يجب أن تصبح خطر. هو مشى لحي التضامن قبل حي التضامن وين كان وكيفاش أخذ النقل من وين أخذ حتى خطر. هو قالوا هبط من سيارة متاع نقل نقل جماعي نقل جماعي استسواق حتى نفهموا من الروايات الرسمية هي صحيحة ولا غلط. احنا نحلوا مش أنا نحكي على النقطة متاع الترانسبور بيبليك خذيها ولا واضح. أنا بتصوري أنه فما حالة متاع أن تونس صار عندها ثقة مبالغ فيها بأننا نجحنا في القضاء على الإرهاب ودمرنا وضربنا وإلى آخره، بالتالي صارت حالة من التراخي. صح. النقطة الثانية في خصوص عملية التهريب، عملية التهريب لا علاقة لوزارة الداخلية لا من قريب ولا من بعيد بالملف. نعم. من النقطة الأولى. صحيح. في الدرجة الأولى بريمير دوغري على خاطر هذه مسؤولية وزارة العدل. صحيح. وباعتقادي أن التقصير خطير جدا في وزارة العدل. والتورط يتجاوز إدارة السجون إلى مستويات أعلى في الحكاية على خاطر نعرف شكون قام بتفكيك منظومة الاستعلامات اللي كانت موجودة في سجن المرنقية. نعرف برشا حاجات وبالتالي اليوم مطلوب أن يكون هنالك تحقيق واضح دقيق وشفاف. أنا نتصور أنه ما جرى يجب أن يعطي يعيد ضرب ناقوس الخطر. في نقطة بس الترجمة كي تقول التفكيك صار من أعلى مستوى إيش معنى؟ يعني بمعنى تفكيك جهاز الأمن والاستعلامات والإرشاد للسجون. خطر عملية حتى نقل حتى نقل اللي صارت. تحكي على النقل اللي صارت بأكيد على خطر. أنت عندك منظومة هذه المنظومة تعمل. يعني هل معقول أنه كاميرات برشا كاميرات في سجن المرنقية ما تخدمش؟ وهذه معلومة ما تخدمش من وقت إيش؟ هذا السؤال إنه كيفاش لكاميرا ما يخدموش؟ البحث يجيب واضح. ثاني حاجة نحن نعرف إنه فما عدد من الأعوان موقوفين، فما عدد غير معلوم أما كان إقامتهم إلى هذه اللحظة، عندهم أيامات غير ما رجعوش، فهمتني؟ وبالتالي أنا نصور إنه القضية ما حدهاش قضية سجن المرنقية، القضية أكبر من هكا. ثاني حاجة وهذا اللي أنا نعاود نقوله أن الثمن الذي دفع من قبل المجموعة التي خططت واللي هي ما عندها حتى علاقة بالمجموعة الإرهابية اللي هربت تم تهريبها وإخراجها من السجن، هذا الثمن المنظومة هذه اللي كانت عندهم في سجن المرنقية هي ثمن أكبر من حجم وحقيقة هؤلاء الذين تم تهريبهم. وبالتالي لماذا تم دفع الثمن؟ أنا هاني باش نقول لك حاجة، تدور الدوائر وتعود إلى ملف اغتيال الشهيد محمد الإبراهيم. صحيح. خاصة وأن اليوم نعرفه بعد 10 سنين ونصف من اغتيال شكري و10 سنين و4 شهور من اغتيال الحاج محمد الإبراهيمي أحيل ملف الجرائم الإرهابية هذه إلى قطب الإرهاب، كانوا حاطينه في محكمة أريانا في الجنائية دغلوا بسكينة. هي من بعد مشيت لحقل قطب القضايا لمكافحة الإرهاب، وبالتالي قطب الإرهاب اليوم خاصة وأن التورط في مستوى إخفاء المعلومة التي استلمتها وزارة الداخلية زمن وقت اللي كان الوزير علي العريض من إدارة من المخابرات الأمريكية بخصوص عملية الاغتيال وكيفاش بعثوا المعلومة. يعرفوا السيد وين يسكن ناره شهيد محمد الإبراهيمي مكان الإقامة متاعه وين؟ قلت لك الصومالي هو اللي كان عنصر رسمي. وين انبعثت به وقت اللي جات المعلومة وكان ينقل في معلوماته لل المعلومة هذه وقت اللي جات وزارة الداخلية مش لازم كانت تبلغ إقليم أريانا؟ تتفق. إيه بلغوا أي إقليم؟ بلغوا إقليم سيدي بوزيد، قال لهم عندكم مواطن اسمه محمد الإبراهيمي مقيم غادي مهدد بالإرهاب. وبالتالي اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة بأن تفكيك ملف عملية الاغتيال الثانية هذه سيطال رؤوسا كان لابد من إسكات هؤلاء الذين تم تهريبهم بأن يسمي الأشياء بمسميتها. سيطال رؤوس من تحكي على أعوان على فيه قيادات فيه على ناس ما زالت تخدم في أجهزة الدولة ولا تحكي على أطراف سياسية؟ لا شوف، كانت هي أطراف سياسية تورطت رسميا في العملية. هذه حكاية يعرفوها الكل رغم محاولات النفي وما في بلناش وما نعرفوش وإلى آخره. هذه الكل راهو عمليات الاغتيال اللي بدأت مع
الشهيد شكري بالعيد ثم الشهيد محمد إبراهيمي تم التلاعب بها وتم يعني أنا نتمنى عليك أن توجهي دعوة إلى المحامي رضا الرداوي لأنه سيكون والله ذكرتني هاو في المباشر خاطر تنجم تكلم رئيس الحكومة يهز تليفون ورضا الرداوي يهز تليفون كان يسمع فينا ولا ما سيقولوا هز تليفون يهديك المحامي رضا الرداوي رغم أنه صديقنا ما يهز تليفون صعيب ياسر يهز تليفون إن شاء الله يهز تليفون وبعثنا له جبهية عن أشهر فأنا نشوف اليوم أنه الموضوع له علاقة بأن الرداوي خلي الناس اللي ما تعرفش اللي هو عضو هيئة الدفاع عن الشهيدان بالعيد والبراهمي كان بارز جدا من أول المحامين ثم خير يرجع شوية هكا اليوم عندما يحال الملف إلى قطب الإرهاب بعد ما تم التلاعب به 10 سنين نعم. 10 سنين في محكمة تونس وفي محكمة أريانا ماذا سيكون النتيجة؟ ستكون النتيجة أن كشف حقائق هذه الجرائم والتورط ليش تورط المنفذين المنفذ يعني الصومالي واللي نفذ العملية وأبو بكر الحكيم والمجموعة هذه مجموعة التنفيذ عملية الاغتيال تمت بتواطؤ بتسهيل بغض النظر بفتح الأبواب لهروب المنفذين وبالتالي اليوم وقت بدأت الحلقة تضيق كان عطى المودو تغمت على الاغتيال أكيد وبالتالي خاطر كلنا نعرفه أنه بعد اغتيال شهيد الحاج محمد الإبراهيمي بسويع تم إيقاف مجموعة كانت تبيع خضرة في حي التضامن عاملين نصبة هم اللي شاركوا في عملية اغتيال شكري وكان مطلق سراحهم لم يتم إيقافوا القبض عليهم كي تقول أطراف سياسية متورطة في عملية التهريب خاطر خايفة لا تطيح روس كما أنت قلت اليوم في ندوة صحفية لحركة النهضة توعدت بمقاضاة كل من اتهمها على القد يغرجوا على تهريب 5 إرهابيين الناطق الرسمي للنهضة عماد الخميري يقول راو كل من اتهمنا أن نحن نقف قضائيا وراء تهريب 5 إرهابيين راو باش نمشيو ننقضيوهم والنهضة ساهمت في دحر الإرهاب وساهمت في انتصار تونس على الإرهاب هو حقه أن القاضي من يشاء أما يقول أنه النهضة ساهمت في دحر الإرهاب هكاك يولي برشا علينا يعني أوكي سي عماد حقه يدافع عن حزبه ويعبر عن مواقفه ويقول أنه نحن لا علاقة لنا بعملية تهريب الإرهابيين 5 ما اتهمكم حد أيوة دونك اليوم تعتبر تهريب الإرهابيين باسل ترجمان وراه أطراف سياسية شوف أنا باش ما نتهمه حتى حد أنا قلت أن القضية لها علاقة بكشف ملفات اغتيال واضح مازلت مواصلة معكم ومازلتش نرجع لك باسل ترجمان